وبهذا المظهر. وبالطبع نشاهد بعضا من لقطات ملخص المباراة وبعض من الفرص النادرة والقليلة التي أتت للنادي الأهلي في مجمل التسعين دقيقة. لماذا خسر الأهلي بهذا الشكل كابتن إبراهيم؟ أنا شايف نمرة واحد برضه عشان ندي الحرس الحدود حقها. احنا قلنا حرس الحدود من أول دقيقة هم مركزين عايزين بيسعوا للهدف إن يطلعوا بنتيجة إيجابية، بيسعوا إن هم يحققوا فوز على النادي الأهلي. ده اللي واضح من اول دقيقه قبل الهدف الاولاني بتاع يعني دوافعهم اكبر من الاهلي. دوافعهم اكبر. النادي الاهلي طبعا النشوه بالرغم ان هي دي مش متعودين على النادي الاهلي عليها. لعيبه النادي الاهلي مهما يكسب بطوله بيبقى بيلعب بالماتش اللي بعديه بينساها خالص، بيفكر في الخطوه اللي بعديها. بس واضح ان لعيبه النادي الاهلي كانوا نازلين، النشوه كانت عاليه جدا بفوز بالسوبر. حتى في طريقه ترجيع احمد شديد الكوره بهدوء جدا، بادئين بهدوء، بيرجعها ما عملش حساب بثقه زياده، ما عملش حساب ان نجيله عاليه، ان دي اول كوره، ان برده ان فيها خطوره ان احمد حسن مكمل. الاهتمام ما كانش موجود في الكوره دي رغم ان شديد احنا اتكلمنا واتفقنا قبل الماتش. شديد قناوي من ماشي كويس قوي، من احسن اللعيبه المميزه حاليا في الفتره دي في النادي الاهلي. بس واضح كمان حتى الكوره الهدف الغلطه اللي اتعملت اثرت معاه طول المباراه نفسيا في الملعب. مش هو جديد اللي كان بيكمل ويلعب كور عرضيه كتير وبيكمل على الجون ويشوط. النادي الاهلي خسر لاسباب كتيره زي ما قلت. السبب الرئيسي ان النادي حرس الحدود منظم جدا، عنده عناصر الموجوده في الملعب كلها كانوا نازلين عندهم هدف واحد يكسب. التوفيق الغير عادي للحرس بدنيا كانوا واقفين على رجلهم كويس، ذهنيا الحته البدنيه بتدي للعامل الذهني بيبقى سريع في التفكير، بياخد قراراته بسرعه. فالنادي حرس الحدود واقف على رجليه كويس، منظمين. الاهلي زي ما قلت طالع من مباراه السوبر، ودي غير العاده ان هو في الفرحه بتاع السوبر مأثره عليه، نازلين بهدوء. لسه معبال اقول لك اخش معبال ما يخش في المباراه اتفاجئ بالهدف الاولاني وتوقيت الاجوان زي ما قال حازم. التوقيت الاولاني الهدف الاولاني اثر نفسيا على النادي الاهلي. توقيت الهدف الثاني برضه في بدايه الشوط الثاني اثر. النادي الاهلي يعني مش نهايه العالم ان يخسر. خسر من سموحه، كسب السوبر بعديه وكسب ماتش في الدوري. النادي الاهلي قادر ان هو يقف ثاني على رجليه لان عنده العناصر. وانا مش مع النقطه اللي بنتكلم فيها حته اللعيبه، برغم ان احترامي كل احترام ليهم، لعيبه مميزه جدا اللعيبه اللي مشيت سواء ابو تريكه او احمد فتحي او جده، لعيبه مميزه جدا جدا. بس لو نفتكر ونرجع بالذاكره، النادي الاهلي قعد خلال فتراته ومشواره في البطولات اللي فاتت كان ابو تريكه قعد فتره طويله مش موجود لايقاف لاصابات. نفس الشيء احمد فتحي اتصاب اتوقف، فكان بيبقى فيه غير اللي بينزل بيأدي. ما كان النادي الاهلي ما بيوقفش على اللعيب، وكان حتى جده ساعات فترات كتير ما كانش بيلعب. فكان انت عندك لما اقول حجه ان مثلا في خط الهجوم جده مش موجود، طب ما عندك سيد حمدي، عندك عماد متعب، عندك عبد الظاهر، في احمد شكري، في برضو اللي مش واخد فرصته برضو بشكل، كان وليد سليمان برضو الاصابه. انا بتكلم ان النادي الاهلي غني في كل مركز ان يقدر يعوض ما يوقفش على اللاعب. النادي الاهلي عنده مجموعه لعيبه، مش مع اللي يقول لك ان احنا لعيبه مشيت يبقى احنا بيغير جلده، لا، النادي الاهلي غير جلده اكتر من مره. النادي الاهلي عنده عناصر قويه جدا، عنده فرقتين يقدر يستغلهم. هي عدم التوفيق وحته هل تشبع البطولات دي ممكن تكون موجوده. حته عدم التوفيق برضو مثلا في تغيير زي النهارده رغم النتيجه 2-0، تغيير وائل جمعه، هل تغيير وائل دوت للاصابه؟ هي في حاجات كتير عامل عدم التوفيق للفرص الكتير اللي جت لعيبه النادي الاهلي النهارده. النادي الاهلي كان بيبقى وحش جدا في ماتشات كتير، مش السنه دي، السنين اللي قبل كده، وكان بيكسب باقل فرصه كان بيجيبها، بتلاقي الفرص تيجي بعامل التوفيق كان بيبقى معاه. فانا شايف ان النادي الاهلي لازم كابتن حسام البدري لازم يراجع برضو نفسه، اللعيبه برضو لازم تبقى واقفه. هل كمان النقطه السلبيه اللي موجوده واتكلمت فيها برضو قبل كده، هل عامل دوره بمجموعتين اثر على النادي الاهلي في الحته الذهنيه ان تركيزه البطوله لسه مشوار البسيط اللي انا هاخده الاولاني اللي هو المجموعه الاوليه او الدوري التسع فرق اللي موجودين، وبعد كده اخش في المعمعه اللي هي المربع الذهبي. فهي دي حاجات كتيره تفكير ممكن يبقى في ذهن اللعيبه مؤثر عليهم، غير لما بيلعب على بطوله. النادي الاهلي لما بيجي يلعب على بطوله من جدول واحد 18 فرقه او 16 او ايا كان، فبيبقى خلاص هدفه ان انا العب على البطوله، حتى لو هو وحش النادي الاهلي في ماتشات بس بيحافظ ان هو يتصدى. فدي انا شايف يعني دي العناصر كلها
اللي ممكن نخليه النادي الاهلي يظهر بالشكل ده، وفي نفس الوقت ما بخص حق الحرس الحدود ان من اول ما الحكم مصفر واضح سرعه وحركه ورجلين حرس الحدود في الملعب، واقفين صح، متمركزين صح، بيتحركوا بيلاقوا بعض، وعامل التوفيق موجود جدا، حتى تلاقي في اكتر من باصه على الجون بيلاقوا بعضيهم. نعم كابتن حازم، تكمله ربما اللي ذكر الكابتن ابراهيم حول النادي كبيرة، لكن في المقابل سؤال محير، الاهلي لماذا خسر بهذا الشكل ولماذا لا يوجد بديل لحسام عاشور؟ طيب يعني في طبعا غيابات زي ما ذكر كابتن ابراهيم، في ثلاث غيابات اختياري ان هم مشوا الجهاز وافي والاداره، وفي ثلاث غيابات قدريه، يعني حسام غالي اصابات يوسف قصدي وليد سليمان وحسام غالي وايقاف حسام عاشور وشهاب مصاب. دي انا شايف ان المشكله الرئيسيه، انا شايف مش في ابو تريكه او في جده، ان في لعيبه في المكان ده، مع احترام طبعا كل واحد ليه قدرات مختلفه عن الاخر، واكيد دول لو موجودين هيزودوا كثافه كبيره جدا، ولكن انا قصدي اللي ملوش بديل فعلا هو وسط الملعب، هو حسام غالي بالذات، يعني قلب الملعب ده حسام غالي وحسام عاشور وصلوا مرحله ده رومانت ميزان، يعني واحد لعيب كوره قوي وواحد بيجري كتير وبيقطع الكوره، فالاثنين مع بعض جيدين جدا. في خط واحد من اول الموسم حسام غالي، النهارده بتفتقد الثاني بسبب ايقاف، بتلعب بلعيبه صغير في السن، حتى شهاب اللي هو كان الثالث اللي بينزل في ماتشات نوعا ما بعض المباريات حتى مش اساسي، يعني شهاب ما لعبش كتير برضه، مصاب النهارده. انا شايف هو يعني قلب الملعب، وانا قلت لك الكلام ده قبل الماتش يا حازم، هي دي هتبقى مشكله النادي الاهلي النهارده، قلب الملعب الاثنين صغيرين، اثنين كويسين جدا، وعلى فكره تريزيجيه ده هيبقى لعيب كويس قوي، يعني برضه مش عايزين نقصه ان هو ضيع انفراد الشوط الثاني، كان ممكن يدخل الاهلي ثاني، ولكن كلنا ضيعنا واحنا صغيرين في اول ماتشاتنا دي، كان كلنا ضيعنا وكلنا كنا محتاجين حد يقف جنبنا ويدينا كلمه كويس، فانا بقول له انت يا ابني لعيب كويس جدا، ظروف الماتش ما خدمتوش، بس هو قبل الماتش اشرت ليها طبعا وجود عدم خبره وجود الخبره في المقابل، بس عشان ما نجيش على الولد ونقول ان هو السبب، لا الولد مش هو كويس السبب جدا، يعني واللعيب هيبقى يعني عنده ميزه انه عنده جور او بيزيد، فهيبقى ان شاء الله كويس، ولكن كابتن حسام بدري مش كان عارف ما عندوش بقى، ما هي دي انا هتكلم في حاجه كانت واضحه، كابتن حسام بدري ليه حاجات، يعني لما نيجي ننقد او نتكلم في حاجات اقدر اقول كابتن حسام بدري مثلا النهارده عملها في وجهه نظري مش صح مثلا، وفي حاجات هو اجبر عليها، اللاعبين دول اجبر عليهم، لان انا ما اجي ابص على الدكه ما فيش ولا واحد ديفندر، ما عندوش ديفندرات، الراجل هيلعب بمين؟ ما فيش، لما تيجي تبص كده على التشكيل والفرقه هم دول الاثنين اللي قدامه، فلازم هيلعب بيهم غصب عنه، يعني الراجل مجبر ان تريزيجيه وربيع لان ما فيش ديفندرات، يا اما يغير بقى نموذج اللعب يلعب بديفندر واحد ويلعب بثلاثه في نص الملعب بيهاجموا نوعا ما، ويمكن كابتن شايف ان الاثنين دي احسن له دلوقتي، فدي حاجه كابتن حسام البدري اجبر عليها، ما اقدرش الومه، ما تقدرش الومه، لكن انا بس هنعود ليك كابتن بعد اذنك محمد حليم طبعا كابتن نادي حرس الحدود. كابتن محمد مبروك. الله يخليك يا كابتن حازم.